كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل لذها. تأملت والدنيا بها العجب والعجب، تروح بلا عذر وتأتي بلا سبب، فلا ظلها دان ولو طال أمنها، وسل عن هواها كل من ودها خطب، وسل عن هواها كل من ودها خطب. ومن كان في هذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب، ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب، ومن كان فيها ذا مقام ودولة فخير له جمع الفضائل للذهب. تأملت